وناري البنات، ناري ناري ناري. قصة ديال اليوم قصة غادي تشوكيكم. انا هي المرأة اللي كل ليلة كنلقى كحل عفطة في النص ديال الليل، شاد القط وكيدير، واللي كيدير ليه البنات ما كيديروش ليا، لي انا اللي مراته. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قصه جديده ومشكله جديده واهات جديده ومعاناه جديده وبرنامج سمح حكايتي ديال المشاكل وكذلك ديال الحلول. هاد السيده هادي جايه تعاود على كحل العفطه ديالها، قصه ولا في الاحلام. الكبيدات ديالي اربطوا احزمه السلامه وسمعوا مزيان هاد القصه وخذوا العبره وحاولوا تنصحوا هاد السيده باش سخاكم الله. وما تنساونيش مجيماتكم وكومونتيراتكم وحتى البارطاج ديالكم، لانه عفوا كيعاونني باش نزيدوا بهاد القناه او بالقنوات ديال سمح حكايتي القدام. فالكبيدات ديالي ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكذا وغادي ندخلوا مباشره في القصه اللي مولاتها كتقول. السلام عليكم، الاسم ديالي فيروز وفي عمري 33 سنه، واليوم يا البنات جيت نعاود لكم كحل العفطه ومسدس سنين وخانز البيطان. جا وقال لك انا يا لالا مولاتي داكشي اللي غادي نديرو ليك انت نديرو للقط احسن ليا ونخرج من باب واسع ونهني السوق. علاش يا لالا كيدير بحال هكذاك؟ الله اعلم واعلى. المهم غادي نعاود لكم القصه ديالي من الاول، وقبل ما نعيق به حتى فاش عيقت به وحصلت عايش وتواجهت معاه وقلت لكم شنو قال لي. ولكن البنات بغيت النصيحه ديالكم قبل ما ناخذ شي قرار اللي نقدر ندم عليه من بعد. انا خواتاتي غادي نعاود لكم القصه ديالو كيف ما قالت لي صاحبه القناه، نعاودها لكم من الاول ونعاود لكم من كل حاجه شويه. تربيت وتزاديت في وسط اسره حقيره جدا، اكيد غادي تسولوني وتقولوا لي علاش اختي كتقولي على العائله ديالك بحال هادي بحال هكا. ما جيتش وقلت بحال هكذا يا البنات، راه هادشي راجع لاسباب اللي غادي تسمعوهم بطبيعه الحال في القصه ديالي. انا الام ديالي كانت واحد الانسانه منافقه وما كتبغي الخير حتى لشي واحد، انسانه نرجسيه وشخصيه سامه من الدرجه الكبيره. انا كنشهد الحق في والديا، ولكن ما عمرني ما كرهتهم وما غاديش نكرههم، كرهت التصرفات ديالهم. مهم الام ديالي كيف ما قلت لكم واحد الانسانه اللي هي منافقه بزاف، كانت واحد الانسانه فيها الكذوب وفيها النفاق وفيها التوصال ديال الهضره. انا هي الكبيره ديالهم، انا هي البكريه ديالهم، حنا ثلاثه ديال البنات وجوج ديال الدراري. ام ديالي ولدتني انايا وولدت مورايا خويا وولدت واحد خويا وعاد كملت بالخواتات. المهم انا هي الكبيره ديال الدار. ملي بديت كنعقل على راسي وحنا عايشين في المشاكل. في بدايه الحياه ديالنا كنا عايشين غير مع دار جدي، وراكم عارفين الدار ديال العائله كيفاش كتكون، كيكونوا العمام كيكونوا العمات كيكونوا العائله مخلطه والدنيا مخلطه بزاف، وكل واحد عنده قفه وعين شوري ديال البز. والوالد ديالي كذلك كان مع خوتو وكان مع واحد خواتاتو اللي كانوا النار تحت تبن. عنده ثلاثه ديال خواتاتو بثلاثه بهم ما جابلهمش الله وما تزوجوش، وحده كانت تزوجت وطلقت ورجعت حتى هي عند والديها. المهم الدار كترغل ودائما الصداع ودائما المشاكل. وملي بديت كنكبر كنلقى المشاكل والصداع، ولكن من بعد فاش وليت كنفهم وكنعرف الدنيا باش غاديه وليت كنعرف بلي الام ديالي سبب دوك المشاكل كامله. مع العلم ان هاد العائله في بدايه الحياه ديالهم قبل ما تدخل الام ديالي عليهم كانوا عايشين حياه عاديه بحالها بحالهم بحال الناس. ولكن ملي دخلت عندهم امي، مع العلم ان الام ديالي هي اللي واخده الاخ الكبير اللي هو الاب ديالي، امي كانت كتسيطر على هاد الناس كاملين. من بعد غادي يجيو عمامي وتا هما غادي يتزوجوا غادي يجيبوا عيالاتهم، وغادي تبقى امي تدخل بالخيط كحل. ولات كدير الشيطانات معاهم، كتجيب الهضره من هنا وكتوصلها لهنا. ملي بديت كنعقل ووليت في سن المراهقه وليت كنسمع على ان الام ديالي هي اللي كدير المشاكل، كنت كنقول لا، كيفاش امي غادي دير لهم المشاكل؟ انا باقا صغيره وما عارفه والو ديك الساعه. ولكن ملي بديت كنكبر وكنعرف شنو هما لامباشات وكنعرف شنو هي النميمه وليت كنعيق بالام ديالي كدير المشاكل في دار جدي. تقدر تشكم ما بين جدي وجده، كانت كتمشي عند جدي وكتشكم بجداتي، وهذا الشيء هذا اللي كنعاود لكم عليه انا حاضره عليه وسامعاه بالدنيا اللي ياكلهم الدود. وكانت امي كتحرش جدي الله يرحمه على الوالده ديال الاب ديالي على جداتي، وكتقول ليه راها فلانه كدير وكدير وكدير وراها كتخرج بلا خبارك وراها كتجيب الشجرات للدار. المهم كانت كدير شي حوايج اللي ما يديرهمش حتى الشيطان. كانت كتلاقي السلوكه بهذا المعنى. مثلا انا غادي نعطيكم واحد المثال بسيط باش تفهموني علاش كنهضر.
الام ديالي تقدر تمشي عند جدي وتشكم الجده، وتقدر تمشي عند جده وداكشي اللي قالت لجدي عليها تمشي تقولو لجده على جدي، يعني تقول ليها راه راجلك فلان او عمي فلان راه كيمشي وكيدير وبين رجلي خارجه للزنقه وبين كيصرف على عيالات اخرين. هادشي ما كانتش كتطبقو غير مع جدي وجده، كانت كتطبقو حتى مع عمامي وعيالاتهم. تقدر تمشي عند عمي وتقول ليه فلان راه مرتك كدير وكدير وكدير، ولا كتقول ولا راه كدير لك السحور ولا هادي ولا هادي ولا هادي، وتمشي عاوتاني عند مرات عمي وتقول ليها شتي راجلك راه يقدر يكون كيدير ويدير ويدير، وراه شافوه الناس مع فلانه وفلانه. المهم كتلاقي السلوكه. كيف ما قلت لكم في بدايه الامر انا ما كنت عارفه والو من هذا الشيء، ولكن هما في الاخر عاقوا بها ولا الهجوم على الام ديالي بزاف، ولكن من بعد عرفت بلي امي بصح كانت كدير هاد الحوايج بحال هادو، وانا شاهده على داك الشيء كامل. حيت واحد النهار مشيت معاها لواحد البلاصه قالت لي يلا تمشي معايا، انا على نيتي مشيت معاها. توصلنا لواحد الدار قالت لي انت غتجلسي هنايا على برا تسنيني حتى نجي. قلت لها عاد من مشيتي عند من جيتي؟ قالت لي جيت عند واحد السيده كنعرفها. قلت لها خليني ندخل معاك، علاش جايباني معاك هنايا وموقفاني في الباب؟ قالت لي لا غير تسني انا غادي نخرج عندك دابا. يلا انا واقفه تما وهي جات واحد جارتنا سبحان الله العظيم وقاتني وقف ديك الباب. قالت لي جيتي شو كديري هنايا؟ قلت لها كنعاين الوالده ديالي. قالت لي وبركه من الكذوب ياك ما جيتي عند الفقيه الفلاني. قلت لها انا فقيه شنو كتخرف فيه؟ قلت لها جات عند واحد الناس كتعرفهم هنا. قالت لي جات عند الناس كتعرفهم هنا ولا جات عند الفقيه؟ المهم السيده ما بغاتش تشرح ليا، سمحت فيا وطلعت مع الدروج. هبطت امي، فاش هبطت امي ما عطاتنيش الفرصه باش انني نعاود ليها شنو كاين، وان جارتنا جات ولقاتني واقفه تما. ملي خرجت من تما وهي عرفتي طلع لها الدم لاقصى درجه، غير كتزعف غير كتزعف، مالكي ما بغات تقول ليا والو، انا جيت نهضر لها على جارتنا وهي كدور فيا. واحد اللحظه قالت لي سكتيني هالعه زيدي مع الطرق سكتي ما تهضريش. ويلا وعلم كانت كدير لي بحال هكا غير انا باش ما نسولهاش عند من جات وشنو جات دير تما. المهم دارت في دورات الزمان وانا كنت كنخاف من امي بزاف، كنت كنترعب منها. صافي هي هادي كان داك الهضره ديال داك الشهر ديالنا بحال خرجت لي من بالي، ما بقيتش دايها فيها. قلت براسها تجي عند الفقيه ولا تجي ماشي شغلي انايا. وديك الوقت راه كنت كنقرا في التاسع يعني كنعرف شنو كاين، يعني واعيه بالامور واعيه بداك الشيء اللي كيطرى. صافي خواتاتي وصلنا للدار، امي دخلت للبيت حطت الصاك ديالها وخرجت للكوزينه، مشات للكوزينه غير حطت جلابتها وصاكها وخرجت. دخلت عندها للبيت انا على اساس نلقاها في البيت ديالها. ملي دخلت ما لقيتهاش، كنت محتاجه 10 درهم. قلت انا غادي نمشي نهزهم لها من البسطام ونقول لها امي انا هزيت لك 10 درهم مع كانت وعدتني. قالت لي تمشي معايا وندور معاك. ملي كنحل انا ديك الصاك كنلقى الحجوبه عندها في ديك الصاك، يعني شي حاجه ديال السحر. المهم شفت انا داك الشيء تخلعت، سديت الصاك ودرت براسي ما مشيتش انا لديك الصاك نهائيا. هي مشيت عندها الكوزينه قلت لها ماما عطيني 10 دراهم، قلت لها ندور معاك. قالت لي واخا سيري الصاك هزي. ولات قالت لي لا 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 ما تهزيش من الصاك، بلاتي بلاتي انا غادي نعطيك. دخلت للبيت سدت عليها شويه وهي جبت لي 10 دراهم ومداتها لي. قلت انا ماشي سوقي داك الشيء، هذا كان ما عندي فيه حتى شي دخل، داك الحجوبه لمن ولمن جايباهم انا ما عارفاش. في العشيه غادي نجي غادي نلقى كارثه نايضه في الدار، نفس الحجوبه خوتي اللي شفتهم في صاك امي. لقيت عمي شادهم وكيغوت على مراته كيقول ليهم مراتي سحرات ليا، وهاني هادو لقيتهم عندي في البيت، وهي امي هي مولات الفعله، وهي دارت داكشي كامل باش دير ليهم المشاكل وتهني حاجه باش تسميها في مرته. المهم هنا عرفت امي بلي حقيره. غادي نعاود لكم شويه على الاب ديالي. الاب ديالي واحد الراجل اللي عمر ليه الدار، ولكن العيب الوحيد واللي كان خايب بزاف كان قمار. الاب ديالي مسكين كان قمار، ما يكمي ما يسكن ما يدير حتى شي حاجه من غير القمر. تقولوا لي كيفاش قمر وما يسكرش وما يكميش؟ والو يا البنات، ما يسكر ما يكمي ما يدير شي معضله اخرى من غير انه مسكين كيقمر، كان كيدير كيمشي لذاك الشيء ديال الخيل. المهم كان كيقمر وصافي. الاب ديالي هو امي كانوا دائما كيتشدوا على هذه المساله هذه. امي كتقول لي خصك تجمع الفلوس لولادك باش نعزلو، ما نبقاش حنا عايشين دائما في هذه المشاكل. هو كيقول ليها انا اللي عطى الله هو هذا. مع العلم الاب ديالي راه كان خدام، توفى جدي الله يرحمه وخلى الرزق ناضو، داك الرزق ناضو شتتو بعدياتهم، يعني كلشي دا حقه. ديك الدار اللي كانوا ساكنين فيها ناضو باعوها، وباعوها بواحد الثمن رخيص باش يفكوا عليهم، المهم باغيين غير يبيعوا. رانا فاش باعوا الرزق ديال باهم وقسموا البنات داو حقهم والدراري داو حقهم، صافي البنات ما بقى لهمش الساكن. كيف ما قلت لكم ثلاثه ديال البنات بثلاثه بهم ما مزوجينش، والاخرى كانت يلا عند راجلها كانت مازال ما طلقت. وشكون سببها في الطلاقه؟ هي الام ديالي. المهم خواتاته قالوا لي حنايا ما عندناش فين ترمينا، تا خونا الكبير على الاقل الدار ديال الوالدين ما نبيعوهاش. هو الصراحه الاب ديالي قال لهم اودي ما نبيعوش الدار. خوتو الاخرين قالوا له لا حنا خصنا نبيعو الدار ونقسمو كل واحد يدي حقه.
المهم نض الصداع امي قالت لهم انا ما عندي ما ندير لكم، حقكم ديال باكم ديو سيروا الله يعاوننا الله يعاونكم. ديك الساعه جدتي باقا بالحياه ووعدها الاب ديالي انه تكون معاه. قالت لي انا فين ما مشيت ولدي ندي معايا بناتي، واش بغيتي نرميهم؟ بناتي ما جابلهمش الله رزقهم وما تزوجوش، انا غادي ندي بناتي معايا. ايوا رانا الام ديالي داكشي اللي هربت منه هو اللي غادي تصدق فيه. صدقت جلسه معنا جداتي وثلاثه ديال عماماتي اللي كانوا اصلا ما كيتفقوش مع امي، وما بقاوش حتى عام وداكشي طلقت عمتي وغادي تجي تجلس معنا بجوج ديال الدراري. وهنا الدار ديالنا ولات بحال الزريبه، وزائد الدباز والمشاكل والصداع. بقينا تقريبا 3 سنين مورا موت جدي، غادي تموت جداتي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها. داك الوقيته انا كنت قريت الباك سقطت فيه، كنت دخلت مع واحد السيد في علاقه، وصراحه كان واحد الانسان اللي خبيت حتى هو وما مزيانش. في الاول كان كيدار لي بالحب وباللي غادي يعيشني مزيان وباللي غادي يدير لي، هو موظف لاباس عليه، المهم يسول الحال. كان كيقول لي واخا ما تقرايش ماشي مشكل. النهار اللي بغى حاجته مني وما بغيت نعطيه والو قال لي شكون انت وشكون باك. المهم ما عقلش عليا، راه تقريبا ملي كنت كنقرا في السانكيماني وانا معاه، وفي الاخر زدحني زدحه زغبيه. والمشكل الكبير والخطر انني لقيته مزوج. ملي بديت كنقلب عليه وكنبحث عليه لقيت بلي السيد مزوج وعنده ولد وبنت. المهم كانت كدي تحشى لي مع داكشي اللي خلاني نسقط انا داك العام، وكانوا عندنا المشاكل وزادت عمتي طلقت. المهم اش غادي نقول لكم، بلا خوتي خويا اللي كان مورايا كان كيقول بلا طير ونطير بلاصتك، طلع بحال الوالد غير هو زايد عليه شويه. السيد مازال عاد تحت الضفر ومازال ما خرجش من تحت التراب كيف ما كيقولوا، وتبلا بالقارو وتبلا بزاف ديال الحوايج اللي خايبين. المهم ولاو عندنا الصداع والمشاكل، وهنا امي غادي تنوض طالب الطلاق. قالت للوالد انا ما نبقاش معاك حتى دقيقه واحده، صافي حتى جمعوا الوراق باغيين يدفعوا الطلاق، هي وهي طلاق اتفاقي. من بعد غادي نكتشفوا بلي امي حامله، وهي اخواتاتي امي حامله باختي الصغيره. المهم الاب ديالي فاش لقى امي حامله قال لي دابا ما عندناش كيفاش نديرو، ولدي ويكون خير. رجعت جلست في الدار وتبتت. جدتي غير توفات من هنا نوض امي جرات على عماماتي الاخرين من اللي هي كانت تمسيروا دبروا على راسكم. مع العلم خواتاته كانوا كيخدموا، يعني عماماتي داك الوقيته كانوا خدامين على راسهم. قالت لهم سيروا كريو كيف ما كاري البنات، انا ما غاديش نقدر انايا نقابل انايا 4 ديال العيالات. هاد اللي مطلقه سهل عليها الله وتزوجت ثاني مره، وهذوك العزبات ناضوا كرا ومشاو سكنوا يعني تزفروا بوحدهم. ما بقاش عندنا المشاكل كيف ما الاول، ولا عندنا المشاكل غير مع داك خويا اللي كان فيه دعوه الشر وكان ما يقدرش يهضر معايا. انا ما كنتش كنخليه وما كنتش كنسمح له انه يهز فيا عيني. اما اختي اللي صار منه كان كيشدها كيعطيها قتله ديال العصا. المهم المشاكل هما اللي ما كيتحيدوش من الدار ديالنا. صافي بقينا هكاك على ديك الحال. قلت لكم انا ملي سقطت في الباك نط بغيت ندبر نخدم على راسي. قلت لهم ما غاديش نكمل القرايه. قال لي الوالد ما بغيتيش تكملي، لهلا يجعلك باش تكمليها، سيري تجلسي في الدار تعلمي اللي يفيدك. قلت لها الوالد انا ما غاديش نجلس في الدار، انا غادي نخدم. قال لي بغيتي تخدمي سيري تخدمي، ما عندوش غرام ديال المشكل، المهم يهزي راسك عليه. بقيت كنقلب على الخدمه يلا يلا ما لقيتش، حتى لواحد النهار اللي غادي نتلاقى مع عماماتي سلمت عليهم عادي. انا الصراحه ما كان بيني وبينهم غير الخير، يعني ما عمرني نقرتهم ولا هدرت معاهم. المشاكل كان عندهم غير بين الام ديالي بيناتهم هما، انا ما كنتش كندخل نهائيا. خويا اللي صغر مني كان دائما كيعايرهم، اما انا مساكن ما عمرهم ما سمعوا مني الكلمه ديال العيب، بالعكس كانوا كيبقاو فيا ملي كنشوفهم هكا كبروا مازال ما مزوجينش. وفاش تلاقيتهم صراحه منورين الوجه ديالهم تبارك الله، الدوبل عفتو البياض والزين. قلت لهم تبدلتوا تبارك الله وليتوا مزيناتكم. قالك تهنينا من داكشي اللي كانت امك كتوكلنا وتشغبنا، امك كانت كمعيشه انا غير بالسحور، والحمد لله دابا راه حنا خدامين على راسنا وبخير علينا. قلت لهم صراحه ما كرهتش انا خرجت من ديك الدار، كنحس براسي تسممت في البدن ديالي. قالوا لي خدمي على راسك، شنو قاسه كديري ياك ما بغيتيش تقري خدمي. قلت لهم عيط نقلب على هي فين هي الخدمه، خدموا الناس اللي عندهم شواهد عليا. بقيت ايه غير انا. قالوا لي على الخدمه معطيه غير الناس اللي قاريين، راه كاينه الخدمه للناس اللي ما قاريينش ومساكن ما عارفينش بحالنا حنايا. قلت لها اه باين لكم شي خدمه اللي تقبل عليا ونقبل عليها نخدم، علاش لا؟ قالوا لي راه البلاصه اللي خدامين فيها راه فيها الخصاص، نهضروا لكم مع السيد اللي هذا وغادي ان شاء الله يدخلك على وجهنا، حنا راه حنا شحال وحنا معاه. قلت لها لا ديروا فيا خير ما عمرني ما غادي ننساه لكم. قالوا لي ودي حنا ما شفنا منك غير الخير، واخا امك قبيحه انت ما عندك زعما حتى شي حاجه حتى شي دخل في هذه المشاكل اللي كانوا بيناتنا، غادي نسولوا لك وردوا عليك. فعلا بقيت تقريبا شي سيمانه، واحد النهار مشيت حتى عندهم للدار، مع كانوا ساكنين غير في نفس المدينه يعني غير هما كانوا بعادين علينا شويه، مشيت عندهم حتى للدار كنت عارفه فين ساكنين. قالوا لي راه دبرنا لك الخدمه الا بغيتي تخدمي.
قلت لهم الله يجازيكم بخير، هزيت السيفي ديالي على اساس انا ما غاديش نخدم تماره اللي كيخدموها هما، انا قاريه كما قلت لكم عندي نيفو باك. صافي ملي مشيت دخلت الاداره، كانت هضره لي عمتي مع مول الشركه، قال لك اودي تخدمي ولكن خصك يكون عندك تجربه في هذا الشيء هذا، مثلا بغيتي تخدمي في المكتب ككاتبه ولا خصك يكون عندك الاكسبيريونس. قلت لهم اودي انا دغيا كنتعلم زعما راسي خفيف، قال لك غادي نديروا لك واحد التجربه، غادي تبقاي معنا بالحق 3 شهور وما غادي نعطيوك حتى ريال، بحال حنا غادي نعلموك عاد تبداي معنا الخدمه. قلت لهم ما عنديش غرام ديال المشكل، اسيدي انا قابله. فعلا اخواتاتي خدمت معاهم 3 شهور واخا الام ديالي ما بغاتش، اما الوالد قال لك ماشي مشكل، راه انا ونكون ما نقدرش نخدم معايا شي وحده اللي ما عندهاش تجربه في هذا المجال. المهم قلت لهم انا ماشي شغلكم، انا غادي نتعلم ومن بعد غادي ناخذ بعدا ديبلوم ديالي من عندهم فابور، وزياده عن ذلك تكون عندي تجربه معاهم ونتخلص من بعد 3 شهور. قال لك اسيدي دبر راسك خذي راحتك. المهم ملي بديت كنخدم خدمت الشهر الاول، دخلت الشهر الثاني بقات كتنقر عليا، خصك ديري معايا، خصك تخدمي معايا، خصك تعاونيني، واش انا بوحدي، واش انا هادي، واش انا هادي. مع كانت ديك الساعه اختي صغيره، المهم كانت غالبها قالت لك خصك تخدمي معايا الشغل. قلت لها ماما انا ما غاديش نخدم الشغل، انا كنخدم على برا، ما يمكنش نجي انا من برا ونجي نخدم لك انت الشغل. ملي شافوني عماماتي عندي المشاكل مع امي قال لك اجي تسكني معانا. كاع انت شنو زايده كداك مامك هي النقير والهضره الخاويه. قلت لهم سيدي مشات، قلت لهم ولكن انا راه نتوما كتشوفوا ما كنتخلصش، يعني ما يمكن ليش انا نخلص معكم الكرا والمصروف. قال لك اسيدي زيدي، راه داك الشيء اللي كليناه عندكم تاكليت انت معانا. قلت لهم عندكم هي تاكلين داك الشيء اللي كانت كتاكلكم ماما. قال لك سيدي ما تخافيش، انت ما درتي لينا والو، حنا رحنا عماماتك ما غاديش ناديوك، انت راكي وحده منا، حنا رحنا عارفين المشكل اللي راه عندك مع الام ديالك. صافي مشيت عند عماماتي، واخا كيف ما كان الحال مساكن وقفوا معايا وقفوا جنبي، قالوا لي حنا غادي نعاونك، كوني هانيه. خدمت 3 شهور تقريبا مع دوك الناس، وليت انا كنتخلص بحالي بحال عباد الله، تعلمت الخدمه بالزربه الحمد لله. شديت واحد المكتب ديالي، كنت غير كاتبه المساعده ديال الكاتبه، يعني بحال كنوب على الكاتبه. كنت كنشد واحد البركه في الشهر ماشي بزاف، تقريبا شي 3000 درهم ما كاملاش. المهم كنت كنلقى باش نديباني راسي، اول حاجه كنت كنخلص الكرا مع عماماتي ونخلص معاهم المصروف، واللي شاط ليا كنمشي نبرع به راسي. حاجه وحده اللي كنت كنديرها زوينه، كنت كنشد فلوسي كنحطهم في البنك، يعني شطت لي 1000 درهم نحطها في البنك، شطت لي 200 درهم نحطها في البنك. المهم الشهر ضروري ما نحط داكشي اللي شاط لي كنحطو، المهم انا ما كنتش كنخسر بزاف. بالنسبه لماما كنت مره كندي لها هكا شي حويجه ولا ندور معاها، صافي ما كنصرف معاهم حتى شي حاجه، ولا مشيت كندي شي حاجه لخواتاتي هكا كندور معاهم ولا كندير لهم شي حاجه كنفرحهم بها. المهم بقيت اخواتاتي عايشه حياتي عادي، حتى لواحد الوقيته اللي غادي يجي واحد الخطيب لوحده من عماماتي، الكبيره فيهم تخطبات. داك السيد كان مزوج ومطلق وما عندوش الوليدات، وقال ليها انا بغيت نتزوج باش نولد وليداتي، وبغيت شي مرا تكون بعقلها. قلت ليها ودي انا دابا درت 40 عام، واش عرفتي انا واش نولد ولا ما نولدش؟ قال ليها لا ما يكون غير الخير، حنا نديرو النيه وانت باقا صغيره. فعلا غادي تنوض عمتي غادي تزوج، مسكينه مشات كما قلت لكم عزبه ما عمرها ما تزوجت، شحال فرح ليها راجلها دار لها واحد العرس، ولكن على قد الحال حتى هو ماشي شي حاجه، يعني ماشي ميسور كما كيقولوا متوسط الدخل وصافي. حتى هو كانت عنده واحد الوظيفه على قد حالها، وكان كيف ما كيقولوا خدام على راسه، عنده الدويره ديالو، عنده المسائل ديالو، عنده عائلته. المهم هاد الناس جاو خطبوها من عند والديا، الاب ديالي تشاور معاه قالت له باغا نتزوج، قال لها سير اختي الله يسهل عليك. تزوجت هاد عمتي سهل عليها الله، ما بقيناش بزاف، جا واحد الخطيب لداك عمتي الصغيره وكانوا قالوها لي، قالوا لي بحال دخلتي علينا بالخير. المهم تزوجوا جوج عماماتي تقريبا في نفس العام، وحده تزوجت في الصيف والاخرى تزوجت في الربيع، سهل عليهم الله طلعوا لهم الرجال مخيرين. امي كانت غتنخر الدم ما عجبهاش الحال علاش يتزوجوا، وكان دائما كتمناهم يبقاو بايرين على طول حياتها على طول حياتهم. المهم بقيت انا وعمتي المتوسطه، بقينا انا وياها عايشين الحياه السعيده الحياه الكريمه. هاد عمتي هادي ما صبراتش الصراحه، كانت شويه رجليها الزنقه، كانت متصاحبه مع واحد الدري كانت كتهبل عليه، كانت كتجيبو تلطا تصورو كتخليني حتى كنعس وكتدخلو كدير هي ويا داكشي اللي كيديرو وكيمشي بحالاتو. وسبحان الله واحد الليله ما عرفتش جاني واحد الحريق يهبلات، كليت شي حاجه في الليل ضراتني وجاني بحال شكل الدوخه والتقيه، نط لقيت راسي قلبي مغيلف غادي نتقيه، كل ما نط كنجري للطواليط وتقيت حاجاتكم كرديت كلشي في الفراش. ملي كان نوض يا البنات كنسمع الهضره والضحك، ملي كنرجع للبيت الاخر كنا مع كريم غير واحد الدويره غير صغيره فيها بيت وكوزينه وواحد السيجور، يعني الدار فيها تقريبا واحد 45 متر. ملي كنسمع الضحك والهضره
كنمشي عند عمتي كنلقاها هي وداك خينا خدامين هكا بهلاك. المهم شتها انا فواحد الوضعيه اللي خايبه، هي شافتني، مي شافتني جات كترغب وتاوك فيا عافاك وعندك. قلت لها دابا ما فهمتش انا شنو كديري. قلت لها خواتاتك الاخرين هما صبروا مساكن مشاو ديروا معززات مكرمات، وانت شنو كديري؟ قالت لك السيد دابا نعاود لك عليه. المهم هاد السيد هذا يا البنات اللي لقيتو مع عمتي هو اللي غادي نتورط معاه، هو اللي غادي يكون راجلي. المهم هي هذيك هاد عمتي هذا كيف هادي كيف ما قلت لكم ما خليتلاش منين تشد. قلت لها حشومه زعما زعما انت بعقلك، وكنا كنقولوا بعقلك وانت الوحيده اللي كنتي كتعجبيني في خواتاتك كنخرج منك هاد العجب كامل. قالت لك ودي هاد السيد راه هو اللي فتك البكره ديالي في الاول، وراه موعدني بالزواج، ولا ما درتش معاه بحال هكا ما غاديش يقدر تزوج بيا، انا راه كنسيس معاه وحق راه باغيني للزواج. المهم هي هذيك انا درت عين شافت وعين ما شافت. هو من ديك الوقيته صافي ما بقاش رجع عندنا حتى لواحد النهار هو يتلاقاني على غفله ويوقفني. السلام عليكم. السلام. قال لي اختي بغيت نهضر معك عافاك. قلت ليه فاش بغيتي تهضر معايا بالسلام والعافيه؟ قال لي اختي انا داك الخطره راه شتك بحال شتينا وتقلقتي وهدي وهدي. قلت لي شوفوا ولد الناس هذيك عمتي مسكينه واحد الانسانه بريئه وغير نيه، لا داعي باش تبقى تضحك عليها مادام انك انت اللي تكتي لي العرض ديالها صلح الغلط ديالك. قال لي اسمه هو؟ قلت له كيف ما سمعتي؟ قال لي عاودي عاودي اختي زيدي عاودي فهميني. قلت لي شوف راه عاودت لي كلشي فبلا ما نبقاو نكرروا في الهضره. قالت لي بلي انت اللي خسرتيها، دابا الله يرحم ليك الوالدين صلح الغلط ديالك وما تخليهاش مكرفصه. قال لي شوفي بنت الناس، قال لي هذاك عمتك راه غير كتكذب عليك، هاد عمتك راه اصلا عندها علاقه مع واحد الدري واحد اخر ماشي غير معايا انايا. قال لي لا تلاحظي لي انا ما بقيتش اصلا كنجي لتما. قلت لي كيفاش؟ قال لي سيري عندها تفهمك. قال لي لان هي عندها بزاف ديال المطرق في الراس. قال لي انا ما عمرني ما هتكت ليها العرض ديالها. قال لك اول مره هذيك اول حاجه، هذيك ثاني مره باش انا كندير معها علاقه باش تكوني باش نكون واضحين. ثاني حاجه راه عاودت لي بلي العرض ديالها مشى ملي كانت في داركم، نتوما مازال ما فرقت مازال ما فرقت هي وخواتها تاع ليكم، وراه شي واحد من الحومه ديالكم هو اللي خدا لها العرض ديالها وراه مشى سافر ما عرفاتوش فين مشى. المهم لقيتها معاود على شي كذوب ما يمكنش، بقى كيعاود لي شي حوايج. المهم مشيت انا هي الخدمه خدمت ساليت تلاقيت معها في الخدمه ما بغيتش نهضر معاها. تمشي لنا للدار قلت لها اجي كون ريطه لهنا. قالت لي شنو كاين ياك لابس؟ قلت لها دابا شوفي جيني للصراحه اشنو واقع، اشنو واقع عاودي لي بالتفاصيل. مع العلم هاد عمتي راه كبيره عليا، ديك الوقيته كان عندها تقريبا شي 29 عام. قلت لها عاودي لي شنو واقع بلا ما تبقاي تكذبي وتدخلي وتخرجي في الهضره. قالت لي كيفاش غنخرج وندخل؟ شنو قصدك؟ قلت لها شنو كاين شنو كاين شنو كاين؟ انا دابا عرفت كلشي ولا داعي باش تبقاي تكذبي عليا؟ اشنو واقع وشنو بينك وبين فلان؟ واش بصح ديك الهضره اللي قال لي؟ قلت لها دابا يقري دابا اللي عطا الله عطاه، زعما انا دابا غادي نمشي نعاقبك ولا نمشي نعلقك؟ راه ما خافتيش من الله وما خافتيش من الناس الكبار ومن خوتك ومن والديك فاش كانوا عايشين تخافي مني انايا؟ دابا غايقولي لي شنو كاين؟ جاتني الصراحه. قالت لك فعلا داك الهضره اللي قال لك هي هذيك، غير بالنسبه للعذريه ديالي راه كنت كنعرف واحد السيد وغير مؤخرا عاد مشات ليا وراه بغيت نلصقها فيه. قلت لها ماشي حشومه عليك زعما باغا تلصقيها فيه؟ قلت لي ما لقيتش فين نلصقها. قلت لها لصقيها في هذوك الاخرين اللي مصاحبه معاهم، وعلاش اصلا ما مشيتيش تطالبي بالحقوق ديالك من هذاك اللي هتكلك العرض؟ قلت لها ولد حرام ما بغاش وراه دائما كان كيوعدني في الاخر لقيته مزوج. قلت لها خيار؟ قالت لي اه. ايوا قلت لها شنو غادي نقول لك؟ ما قالهاش تبقاي تضحكي على ولاد عباد الله. قلت لها هادشي اللي كديري فيه ماشي هو هذاك. المهم درت فيها واحد الدوره وهنا قررت انني نهز راسي ونمشي نرجع عند والديا. واخا كانت الخدمه بعيده على والديا نشد مثلا اما طاكسي وطوبيس ولا نشد جوج طاكسيات باش نوصل للخدمه. داك الوقيته كانوا زادوني شويه في الصالير. قلت اللهم نشد ترونسبور لخدمتي ولا نبقى معاها هنايا في المشاكل. فعلا هزيت حويجاتي قلت لها بالسلامه عليك انا ما غاديش نزيد معاك هنا دقيقه. من موراها ما كاملاش حتى 20 يوم جا خطبها واحد السيد تلقينا واحد النهار جات عندنا. انا حسب لها تقول لي يلاه ترجعي تسكني معايا. قلت لها شوفي الا كنتي جايه لهاد الغرض غير نسعي انا ما غاديش نمشي معاك. قالت لي لا ما تخافيش انا راه بغيت خويا شنو شنو. هضرت مع الوالد قلت له اخويا انا راه شي واحد بغي يتزوج بيا، مع العلم انهم ما كانوش كيمشيو عند خوتهم الاخرين حيت الاب ديالي هو الكبير في خوته وهو بحال هو اللي كان هو اللي كان كيري فيهم كيتجيو يتشاوروا معاه هو. قلت له خويا انا راه شنو 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 قلتي؟ قال لي اختي شنو غادي نقول لك؟ سيري ستري راسك كما سرو خواتاتك وكيف ما كان الحال الراجل كيبقى الغطا ديال الراس للمراه. سير اختي سري راسك الله يسهل عليك. جا داك السيد كان قابل عليها بالمجاميع ديالو يعني درت معاه انا. قلت لها زعما عندك تمشي تشمتيه ولا راه هادشي ما فيهش الضحك؟
قلت كنراه عاودت له المشكل ديالي وراه هو باغي يسرني باغيني وباغيني مش حال هادي انا ما كنتش باغيها، ملي شفت هو اللي باغيني وباغي معايا المعقول قلت نتوكل على الله. صافي جا داك السيد جاب العائله ديالو دارت العرس ديالها على احسن ما يرام، مشات لدارها كما كيقولوا داكشي بقى سر ما بيني وبينها وبين راجلها لحد الان راه الحمد لله بوليدات الله يمسكهم عليها. صافي بقيت انا كنخدم عادي، بقيت في دار والديا كنخدم كنمشي للخدمه كنجيب حالاتي، اختي الصغيره خطبها شي واحد بغات تزوج مشات دارت الدار، انا ما بغيتش نتزوج. وصلت للسن ديال 25 سنه وانا مازال خدامه في ديك الشركه، توليت انايا الكاتبه العامه ديالهم تما ووليت كنتخلص بالخصه زوينه ولات عندي كلمه تما والحمد لله نقدروا نقولوا موظفه زعما واخا في القطاع الخاص، ولكن كنت بالصالير ديالي كيوصلني حتى للكونط ديالي، كنلبس اللي بغيت كناكل اللي بغيت، المهم عايشه من برا. بالنسبه لخويا كندبر عليه الواليد صيفطو بواحد الكونترال للخارج مشى يخدم على راسو، مي شافوه هكا مبلي وديك الشيء، المهم الحياه ديالنا بدات كتستقر نوعا ما، وتا هما مابقاوش في هذيك الانباشات ديك الشكام وديك التبركيك. صافي نقدروا نقولوا دخلت فوق سوق راسها قاستها واحد الحبه في البزوله، كانوا كنقول لها بدايه السرطان، كانوا حيدوا لها داك الحبه وقالوا لها خصك تبقاي ديري كونترول باش ما يمشيش زعما داك الشيء تسرح لك. بقات نقول لهم هي في صحتها ما بقات كتديها حتى شي واحد. دازت الايام ودازت السنوات حتى لواحد النهار اللي غادي نتلاقى بالدري اللي كانت مع عمتي واللي نعاود لكم عليه واللي قلت لكم راجلي. تلاقيت معاه غير بالصدفه، سلم عليا كي دايره لاباس، سول عليا قلت ليه الحمد لله شفتو ما سولنيش على عمتي، قلت ليه شفتك ما سولتينيش على عمتي كسرى، قال لك راه في خباري، قلت ليه شنو خبار، قال لك راه في خباري تزوجات، قلت ليه، قال لي اه، قال لي ونزيد نقول لك شكون اللي دات، قلت ليه شكون اللي دات، قال لي الدري اللي كان سبب في ان البكره ديالها مشى، قلت ليه كيفاش، قال لي ها شنو هي عاودت لي هذا الشيء، قلت له ولكن انا راه قالت لي قبل عليا، قال لي لا يكذب عليك الكذاب، هذاك هو الدري اللي كان ضيع شحال هادي وراه تزوج وطلق وراه دابا جداه هي. ايوا قلت لها سيدي باص هذيك عمتي كانت انسانه غامضه، الحمد لله غير ما خداها هذاك حيت هي اصلا كانت باغاه، حيت في الاول فاش بديت كنقراها ما بغاتش تعترف ولكن بعد راه اعترفت لي بكل شيء. المهم طلبنا الله ييسر ليها، هنا غادي يطلب لي نمره التليفون، قال لي بغيت غنسول فيك وهادي وهادي، قال لي الصراحه ما عمرني ما غادي ننسى الشهامه ديالك. قلت ليه كيفاش، قال لي كنت شي وحده اخرى كون راه تهددنا ولا كون راه هددت عمك. قلت ليه انا شنو نقول واحد القضيه، انا داكشي اللي درتو عمتي معاك ولا مع شي حد اخر بيناتكم، انا ماشي سوقي، انا ما عندي لا اناقه ولا جمال، انا ما بغيتش داكشي هذاك، بنادم كيتايق فيكم صيفطك تخدم وانت دير داكشي هذاك ربي ما كيبغيش. قال لي فعلا عندك الحق، انا هذا الشيء اللي عجبني فيك بزاف، اخلاقك ومبادئك وتربيتك، وسبحان الله لا علاقه انت وعمتك، انت تبارك الله معقله واخا هي كبيره عليك انت معقله عليها. قلت لي ولا يدينا في السواق، عطيتو النمره ديالي ولينا كنهضروا، من تما غادي يولي بيني وبين هذا السيد تواصل عبر الهاتف، ومره مره كنا كنتلاقاو هكا غير بالصدفه، يعني ما عمر قال لي تلاقيني، وكنا كنهضروا يعني عادي، سلام صباح الخير مساء الخير كي درتي كي بقيتي واش خدمتي، وهذا الشيء ماشي يوميا، هادشي بدا كيتزاد نهار بعد نهار، العلاقه ديالنا كتزيد تقوى، حتى لواحد النهار اللي غادي يعيط عليا قال لي بغيت نعرضك. قلت ليه مرحبا، عندك عرس ولا خطابه ولا طهاره؟ بقى كيضحك، قال لي ما عندي عرس ما عندي خطابه ما عندي طهاره، انا بغيتك انتي، بغيت نعرض لك، بغيت نهضر معك في واحد الموضوع. قلت ليه مرحبا سمعني، قول لي هنايا هذا الموضوع، قال لي هذا الموضوع ما كيتقالش في التليفون، بغيت نهضر معك يعني فاس فاس. قلت ليه واخا، قال لي فوقاش تكوني مسالية؟ قلت ليه الوقت الفلاني كنكون مسالية عندي روبو. درنا انا وياه الوقيتة والبليصة فين غادي نتلاقاو، واحد المكان اللي هو عام، فعلا انتظرت داك اليوم التاجة، كنت صراحة كنتعامل معاه عادي، ما جاتنيش الفكرة أن السيد غادي يتلاقاني وغادي يطلبني للزواج. تلاقيت معاه السلام السلام كي دايرة بخير لاباس، قال لي شوفي بنت الناس أنا عارفك معقولة يعني بلا ما ندخل معاك في الهضره ومبقى ندخل ونخرج، غادي نهضر معاك نيشان ندخل معاك في الموضوع مباشره. قلت لها دير في واحد الخير كبير حيت انا اصلا راني مشغوله باغا نمشي للحمام، هاد النهار الروبو ديالي كندوزو في النظافه الشخصيه ديالي وكذلك نصبن حويجاتي ونوجد راسي للاسبوع يعني باش نبدا الخدمه ديالي اليز. قال لي واخا مرحبا حتى انا ندخل معاك مباشره. قال لي شوفي بنت الناس انا النهار اللي شفتك صراحه عجبتيني، واكثر حاجه عجبتني فيك هو الموقف اللي درتي نهار لقيتيني انا وعمتك فراش واحد. قلت لي اه، ومن بعد قال لي انا بغيتك على سنه الله ورسوله، بغيتك للزواج قبل انا ما نطق بشي كلمه، قال لي سكتي ما تزربيش ما تطبقيش الاحداث، خليني نكمل هضرتي على خاطري، وإلا كان عندك ما تقولي انا مرحبا انا كنسمعك، وتا شي حاجه ما كتجيب الزز كلشي كيجي بالخاطر. قال لي شوف بنت الناس انا عارف ديك اللقطه اللي شتيها مع عمتك
راه ما غاديش تحيد لك من المخيله ديالك، ولكن ديري في بالك انني انا كنت مع عمتك بحال كنت مع شي وحده عاهره. سمحي لي على هذه الكلمه لانني كنت كنخوي فيها الغريزه ديالي لا اقل ولا اكثر. قال لي هذه من جهه، من جهه واحده اخرى قال لي عمتك ما عمرني حبيتها ولا حسيت معها بشي حاجه اللي زوينه، ها كانت نزوه وصافي. ثاني حاجه انا بغيتك على سنه الله ورسوله، الا قلتي لي اه غادي نجيب والديا نجيب عائلتي ونجي عند والديك ونطلبك من عندهم شخصيا. ما بغيتيش بنت الناس ما تعطيني حتى شي ملاحظه، ما تهضريش كاع قولي لا فقط لا. بغيتي اه قولي لي مرحبا، ما بغيتيش قولي لي لا. ونزيدك حاجه واحده اخرى، بغيت دابا الجواب ديالك، ما تقوليليش خليني تنفكر، حيت هضرنا مده طويله، عرفتيني شكون انا، عرفتي خدمتي، عرفتي شنو كاين. المهم اه ولا لا، حطني في واحد الموقف محرج، ما عطانيش فرصه تنفكر صراحه. بالزربه فكرت، قلت انا هاد السيد جاني من الباب، وداك الشيء اللي وقع بينه وبين عمتي كيف ما كان لك كان في الماضي وكان بنا في العقل ديال الصغر والمراهقه وداك الشيء ماشي مشكل. قلت لي واخا مرحبا، هادي خرجت عفويه. فرح بزاف، شد لي يدي باسا قال لي سمحي لي هادي راهي عبرت على الفرحه ديالي، المهم ديري الوقت اللي غادي نجيو فيه ونجيب والديا. قلت له ما نتزربش بزاف، قال لي شوف انا مزروب، انا راني مزروب، لكن انت ما مزروبش دبر راسك، ولكن انا راني مزروب. قلت لي علاش مزروب؟ قال لي خايف يديوك ياخذوك مني. قلت لي ما كاين حتى شي واحد اللي غادي ياخذني، واش انا بطاطا يجي اللي جاي ياخذني؟ قال لي لا ماشي هكا حاشا، انا بغيت نضمنك ليا راسي فوقاش نجي. قلت لي خلينا نتشاور مع بابا وماما ويكون خير. قال لي صافي. مشيت للدار هضرت مع امي، ما جبتليهمش القضيه ديال عمتي وانها كانت معاه، ما جبتهاش نهائيا. قلت لهم هذا السيد حكا راه تعرفت عليه غير في التليفون بالصدفه وراه باغيني الزواج. قلتها لماما قالتها للوالد، تشاوروا مع بعضياتهم. قال لك اسيدي بغيتي تجوشي الله يسهل عليك، اصلا هما كانوا كيقولوا لي تزوجي مع اختي اللي صغر مني، عاد اللي صغر من خويا تزوجات اختي الاخرى راه كانوا كيهضروا فيها الناس، كانت يلاه عندها 15 عام كيخطبوها الناس، اما انا تبارك الله راه كنت كبيره. صافي هي هذيك. قلت لهم شنو؟ قال لك اسيدي الله يسهل عليك، بغيتي تزوجي ما نزيدوك غير الخير والاحسان، سيري تزوجي الله يسهل عليك. جا هاد السيد جاب العائله ديالو اللي الله يعمر هضر. في الخطوبه ما حضرنا حتى شي واحد، حضرنا غير حنايا بيناتنا. خطبوني، قدوا الامور، اتفقوا على كل شيء، تاهما فرحوا حيت ولدهم باغيين يزوجوه، كان خدام على راسو ما خصو حتى شي خير، فرحوا به، بغاو يزوجوه. قال لك اسيدي انت راه هو عنده دارو، واخا الصراحه ماشي دارو يعني ملكيه، كان غير كاري، ولكن راه بعدا خدام على راسو كيخلص كراتو ويقدر يصرف عليك، عنده دارو مجهزه من كل شيء، حنا ما غادي نزيدو لكم غير الخير والاحسان. فعلا اتفقت انا وهاد السيد على انني نبقى خدامه خدمتي وهو خدام خدمته وبخير. المهم هاد السيد كما قلت لكم ما حصلليش الشرف نتعرف عليه مزيان، نتعمق في المعرفه ديالو، كنت كنعرف عليه شي امور سطحيه، مي غادي نتزوج بهاد السيد غادي نعرفو على حقيقته. المهم كما قلت لكم اتفقوا، درنا الخطابه ديالنا، درنا واحد الملاك حيت قال لي غادي نبقاو 6 شهور ولا 7 شهور غنديروا العرس. بين ما قدينا شي حوايج كان باغي يصبغ ديك الدار اللي كان ساكن فيها يزيد فيها شويه الحوايج. قلت لي واخا ماشي مشكل، حتى انا بغيت نخدم منين نجمع شويه ديال الفلوس انا باش نلقى باش نضرب حالتي ندير عرسي. هنا فاش درنا الملاك غادي نعيطوا للعائله منهم عماماتي، وهنا فين غادي تصدم عمتي المتوسطه الصدمه ديال عمرها، ما عجبهاش الحال وجات عندي ما خلاتليش بالسبب ما خلاتليش بالمعيار. قالت لي ما كانش كيحسب لي غادي ترضي بالشياطه ديالي. قلت لها شوفي عمتي داكشي اللي وقع بينك وبين هذا السيد كان قديم الزمان، انت تزوجتي ودرتي وليداتك الله يخليهم لك، وهذا السيد داز الايام وداز السنين وتلاقينا انا وياه بالصدفه وبغاني وبغيت وشنو زعما فيها. قالت لي لا وما كانش عليك ستي الشياطه وهذاك غير ولد الحرام وهادي وما عادش يعيشك مزيان، وراه واحد القمشاش منه واحد البخيل منه ما كاين، وراه ما تعوليش عليه هذا يصرف عليك ويوكل. قلت لها لا انا قابله عليه، انا نصرف عليه انت سوقك. انا في الاول كان كيحسب لي عمتي غير حسداني، ولكن يا ريت كنت ديت ريها وحبست تما المرقه، ولكن اللي عطى الله عطاه. صافي هي هذيك. قلت لها عمتي انت ما تخمليش مزوجه بولادك كما باقي عينك فيه. قالت لي اعوذ بالله الحمد لله ديت الراجل اللي اصلا هو اللي ضيعني في الاول. قلت لها وعلاش نكرتي مني؟ قالت لي ماشي كلشي نقوله. قلت لها عندك الحق ماشي كلشي نقوله، المهم عمتي حضري مرحبا بك، قديتي ما تفرحي معايا فرحي، ما قديتيش جزاك الله خيرا، ولكن خليني نمشي ندير داري. قلت لي الله يسهل عليك غير ما تجيش شي نهار تشكي لي. قلت لها لا شكوى الله، شكون اللي قال لك انا غادي نجي نشكي عليك؟ انت اخر وحده نشكي عليك. المهم درت الملاكه ديالي، بقينا 8 شهور بالحساب، عيط عليا قال لك وجدي العرس. اول حاجه بعد الصديق ديالي عطاهني، اتفقنا على واحد المبلغ، عطاني ناقص منه 1000 درهم،
قلت لي في الراجل قالك وصبري معايا وراح حقا ما وفرتهاش وهادي وما تقوليهاش لباك وخليها بيني وبينك. قلت ماشي مشكل سي تزير صبغ الدار دخل بيت النعاس دخل بزاف ديال الحوايج ماشي مشكل. قلت ليه ماشي مشكل معاك كنت خدامه عندي رزقي الوالد ديالي كذلك مسكين دار المجهود باش يفرحني المهم الامور غاديه كما يجب. درت العرس ديالي خواتاتي الامور غاديه مزيان دوزنا واحد العرس غزال. فاش روحت عندهم بان لي بلي الناس بحال الله العظيم متحشموا مع الناس يعني المعروضين ديالهم ما لقاوش ما ياكلوا لدرجه ان سمعنا تشويش وجات عندي اختي الصغيره كان فيها دعوه الشر. قالت لي اختي قلت لها شنو قالت لها ويلي قلت لها شنو كاين قالت لي انا نايضه البلبله في دار راجل قلت لها شنو كاين قالت لي راه جاهم الناس بزاف والعشاء قليل وراه دابا كيكملوا غير من الريستورات. قلت انا دبر راسهم شغلي انا هما داك البخل اللي في ولدهم حيت هو غادي يتزوج نورمالمون عنده الفلوس هو اللي غادي يقوم العرس ديالو ولكن واش تكل على والديه المهم وقع بيناتهم مشاكل. دوزنا العرس ديالنا بقيت انا مع عجوزتي تقريبا شي شهر. فداك الشهر هذاك الراجل شاد كونجي ديالو ولكن غير مورك معايا في البيت ما كيخرجش من البيت غير مقابلني انايا. كتجي عند امه كتقول لها ولدي راه خصنا هذه وهذه كيقول لها واخا الوالده هاني جاي وكيسال وكيسعى عليها. كنقول لها انا فلان وانا امك راه بغات البوطه خوات امك بغات هذه مسكينه راه كتسناك خليهم حتى انت دابا يعمروها. قلت انا كنبقى غير كنشوف كنقول لها ويلي هذا ماله. المهم ما كانش السيد كيعاون الريال ما كيجبدوش صافي دوزنا معاهم ديك الشهر هذاك. في الاول صراحه سافرنا سيمانه وحنا مسافرين رجعنا للدار كملنا معاهم يعني تقريبا شهر بديك السيمانه اللي سافرنا فيها. صافي قال لي غادي نمشيو لدارنا زينا راسنا مشينا للدار ديالنا صافي الحياه ديالنا غاديه الحمد لله مخيره. كنت انا شاده شهرين ديال كلشي اني باقي لي شهر واحد اخر كنصف داري كنقد كل حاجه راكم عارفين عاودت الدار بالتستاف قديت الحاجه كل حاجه في البلاصه اللي انا باغيتها. المهم داكشي امور مزيانه السيمانه الاولى الثانيه الثالثه السيد كيبان لي بخيل لدرجه ان ممكن يخلي لي الثلاجه خاويه ويمشي يخدم وما يخلي لي حتى شي حاجه ونجي انايا ما لقى ما نطيب. ملي كنجي كنقول له فلان راه ما لقيت ما نطيب كيقول لي شنو بغيتي ندير لك انايا راني خدام. كنقول له خصك تتقضى كيقول لي خرجي تقضى الراس. كنقول له ما عنديش مشكل نخرج نتقضى ولكن خلي لي الفلوس. كيقول لي علاه انت ما عندكش الفلوس اويلي كيفاش انت ما عندكش الفلوس. قلت لي علاه دابا انا جيت نخدم عليك ولا تخدم عليا. كيقول لي حبيبه بحال انا بحال انتيا. قلت لي لا خويا ماشي بحال شكون قالك بحال. المهم لقيت مع هذا المشكل السيد ولا كيجيب داك التقضيه حاجه يجيبها وعشرة ما يجيبهاش. المهم وليت حاصله معاه هنا غادي يطلع معايا اعزكم الله واحد القلب من داكشي المعتبر. والمشكل الكبير والعاويص انني لقيت راسي حامله ما نقدرش نجبد الطلاق ولا نهضر على الطلاق. هنا عرفت الراجل الاكبر بخيل في هاد الدنيا. دوزت واحد الوحميه البنات لهلا يدوزوا شي وحده مسكينه العدوتي ما نبغيلهاش داك الوحم اللي دوزته. وتشهيت للحم قلت له جيب لي اللحم والله ما يعتقني بها ديما ما عنديش ديما كيشكي راه درت الكريدي راه كيتسالوني راه هادي السيد كيخدم واحد الخلصه عنده مخيره مدوبله على ديالي ثلاثه المرات مع الخلصه انا ديالي زوينه. السيد كاري واحد الثمن زعما ماشي نقول لكم واو راه حنا كنا كارين تقريبا 1500 درهم ما بين الكرا والضو والما داك تجينا داك 2000 درهم. المصروف ما كيصرفش حتى 2000 درهم في الشهر ما كيصرفهاش يعني ما كنجيبوش الفرماج والكاشير وداكشي اللي كياكلوه الناس راه كناكلو داكشي اللي اش غادي نقول لكم راه اللحم حتى كنبغي يخرج فيا عاد كيجيبوا لي. انا كنت شاده مع الضب كنقول انا الا جبت راسي صافي غادي يطغى عليا ما كنت كنبغي نجبد حتى درهم من جيبي. لقيت راسي حامله كنت وحم وجاني الوحم صعيب. قلت انا علاش انا نزيد الزواج انا على راسي لا نمشي نخدم ونجي انا نبداها على وجهي من الباب. قلت لها انا غادي نحبس الخدمه باش ما يبقاش اصلا يقول لي الفلوس. حبست الخدمه جلست في الدار ولدت الولد الاول ولينا انا وياه في المشاكل والصداع المشاكل والصداع. هي علاش تشد المصروف كيتعامل معايا بحال شي اميره ولكن المصروف ما يوكلك ما يشربك ما يكسيك هو في الحب كيعطيك يعني ماشي بخيل المشاعر كيعطيك من المشاعر ديالو ولكن ما يوكلكش يقدر يخليك ينعس معاك اعزك الله انت المعده ديالك كتغيف بالجوع وما يجيبلكش يعني ما تسنيش منه الدرهم الاحمر همو ما يعتقهاش. كنا نمشيو عندها من الجمعه والله ما يدخل ليها حتى يطرد اللبن يمشي ياكل حتى يشبع ويجيب حالات وهو يطمع عاد فيهم يعطيوه. المهم بخيل واحد الدرجه ما كتصورش. اش غنقول لكم كرهته واحد الكره شديده خواتاتي ما نكذبش عليكم. كنت كنتمنى يرجع بيا الزمن اللور ونرفض وكنت ديت ريعمتي وما ناخذوش
ولكن قدر الله ما شاء فعل. المصيبه الكبيره والعظمى ما فهمتش كيفاش وقعت، لقيت راسي حامله وانا يلاه كملت داك 40 يوم ديال النفاس، يلاه بيه فيها البنات، هكا ربي الولد حامله بالبنت. المهم دوزت عاوتاني معاه التعس ايام حياتي، لقيت راسي انا هاد السيد والده معاه جوج وما عنديش كيفاش ندير، كنمشي نشكي على والدي كيقول لكم علاش دابا يتقاد، بما انه ما كيمشيش للزنقه وما كيديرش شي حوايج اللي خايبين وكيخدم من الخدمه للدار قبل الصلاه ديالو قبل الجمع ديالو، معليش راه كيجمع لكم باش ديروا دويرتكم وغير صبري. وكنت انا كندري ديال والديا كنقول اه، كانت امي كتقول لي الصبر كان باك بخيل بحالك راه حنا درنا ديروا الديوان، مع العلم الاب ديالي مسكين لحد الان باقي كاري. المهم كنت كنصبر ونعد في الصبر، تلقيت راسي حامله لثالث مره وانا وياه دائما في المشاكل، كنوقفوا حتى الطلاق وكيقول لي انا ما نطلقكش كنبغيك عزيزه عليا، عمتي مي كتجي ديك الفلوس اللي كنكون انا دايره تحت مني حيت الحمد لله ماما ما خطاتني فلوسي. المهم فاش كتجي عندي عمتي كنبغي نبين لها باللي راجلي مبرع عني وراجلي داير لي، كنمشي نشيل البلاكيور كنزلقو في يديا وفي عنقي وكنقول لهم حق الذهب راجلي كيشري لي الذهب، وهي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. حتى لواحد الوقيته اللي غادي يجي مشى للخدمه في الصباح وغادي يجي غادي يرجع للدار، جايب واحد المشيش في يديه صغيور، قال لي فلانه، قلت ليه شنو؟ قال لي شوف هذا المش مسكين لقيته بردان، كان الحال جو بارد، قال لي لقيته بردان وجيعان ها كيعطيه ياكل. قلت له على انا كليت انا باقي كتوكل غير القطه، شبعتي ولادك حتى يتشبع القطوط، ولادي مساكن كان الطب كيقول لي خصهم الحليب، ما كانش راجل يشري حليب، كيقول لي شوفي برضين بزازلك انا شنو كناكل باش نرضع، انا براسي جيعانه، المراه دير الحليب باش بالماء. المهم كنت حاصله وصافي، قال لك وكلي القط، قلت لي على انت شبعتي ولادك بقالك غير القط تشبعوا، المهم جاب لي هذاك القط. انا كما كيقولوا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى مزروعه في القلوب ديالنا، ما نقدروش نخليوه. صافي جديت داك عطيتو لي قسم الله كلا، بعد بقى معنا داك القطي وتليك لينا منه كنعطيوه يعني داك الحافي وصافي كنعطيوه معانا حتى كبر، بقى معنا داك القط تقريبا 3 سنين وانا مازال مشكله مع راجلي، وفي هذه المده هذه راه ولدت معاه 3 ديال الكروش. حتى مؤخرا داك القط اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم وشنو كيدير معاه راجلي، قلت لكم انا لحد الان باقا النهار اللي كنتوحش لي اللحم كنمشي ناكلها عند والديا، مع العلم هما كارين والمصاريف وبزاف ديال الحوايج، والاب ديالي لحد الان مسكين كيخلص ديك الكونطرا اللي دار لخويا يعني بقات له بالكريدي، وهكاك والله العظيم كياكلوا حسن من الناس. ملي كنتوحش لي اللحم ونبغي ناكل مزيان كنمشي عند والديا، كنجلس عندهم يومين ثلاث ايام، كيقول لك لا لا جي مرحبا بك حنا ما غاديش نحسدوك. صافي قلت لكم داك القط كبر الحمد لله، ولا يعني كبر مسكين ما بقاش صغير، كبر معانا اللي قسم الله عايش معانا به، كنجيبوا له هكا داك الشويه هكا الماكله ديال داك الكروكيت كنجيبوا له داك الشويه مره مره، فاش حتى هو مسكين ملي كيجيب لنا اللحم كيجيب له حتى هو. صافي عايشين حتى هاد المره وليت كنحس براجلي انه كينوض في الليل في النص ديال الليل، يا 12 يا 2 المهم حتى كندعس انا، كينوض كيمشي كيتسلت للكوزينه وطافي الضو، يعني الضو كيكون مطفي ما يشعلش الضو ما يديرش الحس، هو اصلا ديك النوع اللي قلت لكم بخيل، الا حليتي الروبيني كيقول لك سديه، خصك الا حليتي الروبيني تقللو تقليول باش تغسلي يديك بحال غير دهنيهم، الضو حنايا كنشعلو هو كيطفي مورانا راكم عارفين. المهم كينوض مسلت في الظلام كيدخل الكوزينه كيسد الباب ديال الكوزينه في الظلام، كيشعل البيل ديال التليفون، التليفون نقدر نقول لكم التليفون اللي عنده في التليفون نوكيا ديال البيل، ما عندوش نهائيا التليفونات اللي عندنا حنايا، انا راه التليفون والله الا مسكين خويا صيفطوا ليا من الخارج، وانا والله حتى انا كان عندي تليفون عادي. المهم السيد كيدخل الكوزينه في الظلام كيشعل البيل ديال التليفون وما عرفتش شنو كان كيدير في الاول، ولكن من بعد البنات قلت انا هاد السيد كل ليله كينوض مسلت حتى كيحس بيا نعس، علاش؟ حيت كيجي كيطلع عليا واش كنرمش واش راني فايقه ولا نعسه، حيت انا كنبقى شاده التليفون في يدي حتى لواحد الوقت، كندخل التيك توك كندخل الفيسبوك كندخل اليوتيوب راكم عارفين. صافي تا كيديني النعاس، من بعد السيد هي كيفطن بيا صافي نعس وهو كينوض مسلت، انا سبحان الله عندي واحد النعاس خفيف غير الا حركتي غير تحركت غير الدبانه قدامي كنفيق. السيد ملي كينوض مسلت كيمشي على صبع رجليه، ما كيشعلش الضو ديال البيت، ما كيشعلش الضو ديال الكوزينه، وكنسمع الباب ديال الكوزينه كتسد، في الاول كان كيحسب لي كيمشي للطواليط، ولكن من بعد عرفتو كيمشي للكوزينه ما كيمشيش للطواليط. والمشكل هنا عندنا واحد الكوان في الكوزينه دايرين تما واحد البلايصه لديك القط كيبات في الكوزينه. المهم هي هذيك كيدخل للكوزينه، انا الباب ديال الكوزينه كنخليه محلول حيت القط مولفينو كيدخل حاجاكم للطواليط، الباب ديال الطواليط والباب ديال الكوزينه شي حداشي، كنقول انا القط ملي بغي حاجاكم يدخل للطواليط يلقى البيبان محلولين باش ما يديرليش كاكا تما في الكوزينه، هو ملي كينوض كيسد موراه الباب ديال الكوزينه
الليله الاولى حسيت بيك قلت طوالي، الثانيه الثالثه واحد الليله نسولته قلت ليه الراجل كنحس بك كتنوض في الليل، واش فيك النبوله ولا مالك؟ قال لي لا لا ما انا اصلا ما كنمشيش للطواليت. وانا نقول له كيفاش وين كتمشي؟ قال لي لا لا ما كنمشي والو غير كيجيني العطش. قلت ليه ما فيك السكر تبقى تحط قرعه حداك. المهم السيد قال لي واخا، وليت انا كنحط له قرعه الماء حداه زعما كنقول له ناض في الليل بغا يشرب يشرب لقى الماء حداه. ولكن والو واحد الليله قلت والله تنعس عليه ونشوف شنو كيدير. صافي عسيت عليه دخل الكوزينه كيف ما العاده سد عليه وانا نسمع القط كي بحال كيدير شي اصوات. قلت انا هاد السيد كيدخل الكوزينه في هاد الليل، عسيت عليه المره الاولى الثانيه الثالثه قلت والله حتى نشوف شنو كيدير. والله يا البنات قسما بالله العلي العظيم الى هاد السيد هذا كنا تقريبا شي 15 يوم ما دقنا اللحم، وكنطلبها ولدي الكبير قال له بابا بغينا ناكلوا اللحم توحشنا اللحم. قال له واخا ولدي دابا نجيبها لك وصنتو مزيان. ملي كندخل على السيد على غفله الكوزينه كنلقاه شد واحد الهبره ديال اللحم وجالس كيقطع فيها بالموس وكيعطي للقط هبره ديال اللحم الا ما كانش فيها راها فيها شي كيلو قل ربع. المهم هبره هبره ماشي ما فيهاش العظام اصلا، هبره ديال اللحم. السيد جالس حطها فوق البوطاجي كيقطع هكا بالطريف وكيعطي للقط، والقط كيدمجن على داك اللحم. عرفتي انا فاش شفتو تخلعت، والسيد دار غير بي ديال التليفون راه ما شعلش الضو. المهم انا فاش حليت الباب راه ما حسش بيا، جالس كونسونطري مع القط. رديت الباب ورجعت لبلاصتي قلت هذا شنو كيدير اللحم حنا وما كيعطي ما كيجيبها لناش وجايب القط، وزعما هاد القط كل ليله كيعطيه اللحم. الليله الثانيه درت براسي نعس بكري، قلت له انا راه فيا واحد الموته ديال النعاس غادي نتنعس. قال لي صافي سيري تنعسي. درت براسي نعاس شي ساعه قل ربع تا صافي حس بيا راني مشيت ودعت وتا كنت غادي تديني عيني. هو ينوض عاوتاني مسلت كندخل الكوزينه يا البنات كنلقاه شاد عاوتاني اللحم وكيقطعو وكيعطيه للقط. هنا ما بغيتش نسكت وانا نهضر، عرفتي فاش هضرت هزيتو حتى للسما ورفعتو جا في الارض. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم خلعتيني اعوذ بالله منك. قلت لي دخلت عليك بوجه الله شنو كدير؟ قال لي مالك ما شتيش شنو كندير؟ قلت لي شتك شنو كدير؟ قلت ليه شنو كدير القط؟ قال لي انت كتشوفيني شنو كندير القط؟ راه كنوكلو. قلت ليه كتوكلو؟ اه وريني شنو كتوكلو. قال لك كنعطيه ياكل اللحم. قلت ليه دابا حنا اللحم غادي تخرج لينا في وجهنا وولدك رغبك بالرغيبه والمزوقه باش تجيب له اللحم توحشها وانت كتجيبها للقط تعطيها له، على دابا القط عندك حسن من ولدك. قال لي وشنو فيها؟ واللي يدير الخير يديرو في القطط وفي الحيوانات، اما البشر راه تشوي له صبابعك يقول لك بغيتهم مقليين. قلت ليه الله يقليك ويشويك ان شاء الله في هذا النهار ماشي حشومه عليك. المهم جرى عليا من ديك الكوزينه سقط الباب من وراه وكل ديك القط حتى صافي تشبع وجا لبلاصتو. قال لي انا كنت كنديرها بلا خبرك دابا نبقى نديرها قدام كل كيجيب اللحم وكيعطيه للقط حنا والله ما نشوفه. مي هضرت مع الوالدين ديالي وهضروا معاه زعما قال لهم اودي ديك اللحم راه كنوصي عليه واحد الجزار كيعطينا هذاك اللحم اللي كيكون قديم يعني فيه الريحه وداك الشيء، اما انا ماشي كنعطيه اللحم جديد. ايوا قال لي الوالد زعما كرم وليداتك راه القط اه تهلا فيه ولكن انت هاد الوليدات خصهم، الا كنتي كتجيب داك اللحم مثلا خانز للقط جيب لوليداتك اللحم مقاد. قال له انت ماشي مخصوص ولا ما عندكش، ولكن بحال كيهضر مع الحيط. دابا اقسم بالله البنات هاد المنظر اللي شفت راجي كيديرو مع القط صافي كرهني فيه اكثر من الاول. قلت انا هاد السيد ما عمره ما غادي يتبدل، عنده وليداتو ما كيعتقهمش. في النهار اللي كيجيب لنا اللحم ولادي مساكن كيبغيو يسعرو، والله الا كيبغيو يسعرو كيقول لك علاش بانا ما كيجيب ليناش علاش بانا ما كيتهلاش فينا، هما صغارين وكيحسوا. والله يا خواتاتي الا راني حاصه واحد الحصله ديال بصح. دابا عندي بنتي الصغيره صرب لي على البزوله، كنقول غير نقطع عليها البزوله ما كنلقى ما نرضعها حيت ما كتلقاش ما تاكل، واصلا الماكله اللي كناكلو على قد الحال راه بطاطا وخيز وداكشي المرقه طلع لنا في راسنا، يعني ما كتاكليش شي حاجه اللي زوينه اللي تزيد تقويك. انا براسي عرفتو كنحس براسي طيحت بزاف في الميزان، كنرضع شعري كيطيح البشره ديالي بهات. المهم وليت حالتي ما كناكل ونشبع حتى كنمشي لدار والديا. وهذه قصتي اختي امينه ونتمنىك ان شاء الله تدعي معايا باش ربي يهديه. انا دابا قررت انني نطلق منه ولكن ما عرفتش، عندي ثلاثه ديال الوليدات وليد وجوج بنيات، ما عرفتش كيفاش غادي ندير مع هذا السيد. راه صافي ما بقيتش قادره نصبر حيت فيه بخل شديد، ماشي بخل شويه، راه هادشي غير ما كيزيد فيه. ونزيدكم القط لحد الان كيجيب له اللحم وما خانز ما والو، والله الا اللحم الا كيشعل بالشعير. وهادشي اللي كاين اختي امينه، شكرا لكم السلام عليكم. وكانت هادي القصه ديال هاد السيده. وشوفوا يا البنات هذا راه مريض، هذا والله ما ماشي بخيل، كان بخيل ما يعطيش للقط، هذا مريض نفسي ربما والديه ما كانوش يصرفوا عليه ولا الله اعلم. المهم حيت البخيل ماشي البخيل ما يعطي حتى لواحد، البخيل ما كيعطي حتى لواحد.
علاش زعما يحرم ولادو يعطي للقط؟ اذا هناك شي حاجه، هناك شي سر وراء ذلك، ربما مسكون، ما عرفتش. المهم ما عرفتش انا، نتمنى الاخوات الكريمات يقدروا يفيدوك نتاعي، عوض ما تجي تختاري الحل الاسهل اللي هو الطلاق، حاولي تحلي مع هذا المشكل، تهضري معاه وتحاولي تفسري منه شنو المشكل اللي عنده، لان المريض فاش كيكون مريض الا ما مشاش عند الطبيب وحكى له فين عنده الوجع ما يقدرش يوصف له الدواء. انت المشكل ديال هذا السيد بخيل ما كيجيبش، ولكن كون كان بخيل بصح ما غاديش يجيب القط، ما يمكنش يجيب القط كل اللي يعطيه كيلو ديال اللحم ولادو ما يعطيهمش، ما يمكنش ما يمكنش، هذه شي حاجه اللي خارج على الاراده ديالو، شنو هي الله اعلم. فكنت من ربي يهديه، الله يدير لك شي تاويل الخير مع شكرا لك بزاف، الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.